أنا مدرب بحب التحديات، وكل ما المخاطرة تزيد كل ما المكافأة تكبر. ده اللي قاله بيتو أباتي لما تعين كمدرب لمنتخب إثيوبيا. كان الحلم بالنسبة له أنه يدرب منتخب إثيوبيا، وفجأة تحقق الحلم وكان قدامه هدفين: التأهل لأمم إفريقيا وكأس العالم. الراجل استلم المنتخب بعد أول جولتين في تصفيات أمم إفريقيا بعد ما خسروا على إيد مدغشقر وكسبوا كوت ديفوار في مفاجأة. خسر من النيجر في أول مباراة رسمية، لكنه كسبهم بعدها بأربع أيام. الفوز على مدغشقر في أديس أبابا كان أبرز عوامل التأهل لأمم إفريقيا بعد غياب 8 سنين. الدراما لعبت دورها لما احتاجت مدغشقر الفوز على ضيفها النيجر للوصول لكأس الأمم، لكن التعادل السلبي بينهم إدى أثيوبيا تذكرة التأهل الثانية رغم أنها خسرت من كوت ديفوار. رغم أن إثيوبيا قدرت ترجع لأمم إفريقيا بعد غياب طويل، لكن الحلم الثاني كان زي الكابوس. في تصفيات كأس العالم خسرت إثيوبيا قصاد غانا أول ماتش، لكنها كسبت تاني ماتش ضد زيمبابوي. ولما قابلت جنوب إفريقيا رايح جاي خسرت الماتشين علشان أملها ينتهي وتتعادل آخر ماتشين ويتبخر حلم المونديال. في أمم إفريقيا وقع منتخب أثيوبيا في مجموعة صعبة فيها الكاميرون أصحاب الأرض اللي تأهلوا للدور الحاسم المؤهل لتصفيات المونديال، وبوركينا فاسو والرأس الأخضر اللي نفسه على التأهل للدور ده لحد الماتش الأخير ضد الجزائر ونيجيريا. أباتي نجح في التحدي الأولاني وفشل في التاني، فهل ينجح في اختبار أمم إفريقيا؟